عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات مقابلة محترم اللي كنت ناول فيها مجموعة مقابلات لعبتها في بداية المشوار الرياضي ديالي. وصلنا محطة 90 في المقابلة رقم 17. اليوم في المقابلة رقم 13 غنشوفوا الجولة الثانية من بطولة المغرب التمهيدية اللي جرات في مدينة الدار البيضاء من 2 إلى 8 سبتمبر سنة 1990. بعد ما حلت معكم الجولة الأولى اللي ربحت فيها، دونك نشوفوا الجولة الثانية، والخصم ديالي غادي يكون هو السيد محمد البجا، المرحوم محمد البجا الذي لاعب من مدينة مكناس. كنت لعبت بالأسود، دونك لعب لي E4 D6 D4 G6 C3 G7 C3. دونك بديت كنلعب لا ديفونس بيرك من اواخر 89، ويمكن اول مرة لعبت ليا البلان تاع سي 3 اللي هو بلان جديد بالنسبة ليا. دونك المهم لعبت نورمال بوغ لو مومون، درت كافالي اف 6، يعني خليت المشاكل من بعد شنو قلت من بعد، درت بيتي روف فوالا ترونكيل. وهنايا دونك هنا دالي سي 3 ودالي اف 3، المهم ميلونجي جوج بلانات، حط لي الفيوله في اوترو ودي 3. المهم شي كي بروميير فيو كيبان داك الشيء تري تري سوليد، كيفاش غتحاول تدخل ولا تهرس هذا السونتر اللي لو سوبور بيض. المهم بديت ب او 5 موديستومون، بديت ب او 5 فوالا، لعب لي كافالي او 2، لعبت كافالي بي دي 7، دار دام دي 2 و تور 8، درت جوج نقلات متابعين، كان كونسوليدي لو بوان او 5. روكا هنا درت سي 5. الوغ سي 5 واش مزيانه ولا لا؟ ما نظنش، لان لا كاز دي 5 ضعف شويه، و الكافالي دي 7 مع سي 5 ولا الكاز دي 5 شويه ضعيفه. المهم مون ادفيرسير اش دار ليا؟ دار ليا دي 5. دي 5 هنا دابا غنديرو البلان تاع اسيس بي 5، درت اسيس حيدو ليا النورمال، ما كاينش مشكل عندي. ليا 4 دام سي 7 باش ندفع سي 4، كندير دي بتي بلان، كنحاول بروغريسي في لو جو ديالي. دام سي 7 كافالي هاديك حيد ليا سي 4، تور بي 8 كنوجد البي 5، ماشي ممكن مانتنا ولكن كنوجد ليها. دفع جي 4، هنا عندي مشكلة الكافالي اف 6، واش ندير؟ غيدفع جي 5 واش نجيبو اش 5 ولا نحيد لو شي كاز في دي 7 ولا في او 8 باش نرجع في او 8. المهم حيدت الدي 7 كافالي اف 8، دالي كافالي جي 3. هنا سيت ان مومون كريتيك، سيت ان مومون كريتيك لان كاينه جي 5 جايه، و لا دار جي 5 يعني كافالي دي 7. وانا واحد تفكر واحد البلان تاع فيشر في البينوني ملي دار كافالي اش 5، ما خافش زعما يدوبل البيار في اش 5. دونك بديت واحد البلان اللي هو شويه اوداسيو، قلت غنلعب فو دي 7 ولا دفع جي 7 وندير كافالي اش 5، ولا كليا ماشي مشكله، عندي كافالي اف 8 غادي جي 6. المهم هذا هو البلان ديالي، درت فو دي 7 باش نحقق بي 5، اغتنم الفرصه، مون قال بان غادي يدوبلي ليا، انا كنت نفسيا مستعد للوضعيه. لا كاش جي 6 عندي الكافالي، غتسهل شي غتسهل لي مأمورة الكافالي دي 7، الكافالي اي 8 اللي ما عندوش بزاف لي كاز. المهم دار بي 3، دونك ما بقاش مشكلة عندي في بي 5، نديرها وقت ما بغيت. درت كافالي جي 6 دابور، حميت لا كاز اف 4، المهم ديفلوبيت الكافالي تور ا سي 1، وهنا دفعت بي 5 ايشونج روا جي 2. واش خايف من فو اش 3؟ المهم روا في جي 2 واش سي لا بون كاز؟ لا اظن، لان كاين كافالي اش 4 كاين كافالي اف 4. المهم روا جي 2 سي با لا ميور كاز، وتكون اون سيبل اتاك. المهم درت تور بي 7 باش ليبيري لا روت لوتر تور اي 8 باش يجي ال ا 8. دام اف 2 فوالا، درت تور ا 8، طلبت الكافالي جا، دفعت السي 4 جريت على الفيل باش من بعد يجي في الدوزيام فورسي وندير تور ا 2 وندوبلي نجي نمي لا بريسيون على لا دوزيام رونجي. فوالا باقي نحسب
باسي دابا مزيان في هاد الوضعية، بدك دوبلي في اش 5 ماشي مشكل. المهم بي 4 لان انا كلا في السي 4 غناكل في السي 4 وغندوبلي في لا كولون بي، دونك ما مزيانهاش لو دفع الا فيرمي تور بي 8. الوغ ماشي باش ندير تور ا 8 وندوبلي ولا ندير من بعد ندير تور بي 2 تور ا 2. البلان ديالي هو نجيب توره في الاف 8 وندفع اف 6، خصني ندير نوفيل بريش في الجافا من الليل. دار اف 4 بدا هو اللي على الاف 4 كليت كلاب الفيل ما زربش، خليت الكافالي جي 6 بالنسبه لي كان كي احسن من الفيل في اف 4. درت توري فيت وغندير بلان اف 6 دام 3 فو سي 8. الو هنا عندي واحد البلان ساهل، هو نديبلوكي لا كاز دي 7 لا دام وندير لا دام دي 7 ساهل البلان. توري 2 فوالا دام دي 7 كان مناسب دام جي 4. داليا اش 3 حيد ليا هادي دام جي 4، درت اف 6 روا جي 2. دابا شوف الروا ما عنده حتى شي كاز، روا جي 2 روا جي 2 دونك الروا ماشي مزيان. المهم هنا كناكل البيدق، ناكل البيدق دو مانيير فورسي، كناكل في جي 5 ياكل الفيل كان ايشونجي كندير دام اش 3 اشي دي كلشي فورسي. دام جي 4 فورسي ندير دام جي 2 ولا كومبينيزون ساهله فيها دو بيس دو تور برون سي 2. الا كلا بالتوره كندير دام دي 1 وبعد ندير الكافالي في بي 1 بلان ساهل. ميم كلاف جي 4 دونك انا كيعطيني كاريمون اون بيس نت باسكو عندي كو انترميديير افيك اشيك دابور. انا عندي قطعة والبارتي سبحت مربوحة 100% ماشي مشكلة. فوالا نحاول ندير معاكم غير النقلات الاخرات اللي هي كافالي في 4 نكملها سي فو برون سي 3 كافالي 2 كافالي في 5 عطيني دي 5 كناكل سي 3. المهم باقي ما بغاش يابوندوني حنا نمشيو معاه على كلينا هنا 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 عندنا دونك من بعد هذه الجوله صبحت عندي جوج على جوج، والجوله الثالثه غنلعب ان شاء الله غنوريكم هذا المقابله ان شاء الله. لعبت مع عبد الكريم الزاير وكان عندي مره اخرى الاسود، دونك غنعاود ثاني نلعب لا ديفونس بيك مع عبد الكريم الزاير. نتمنى هذه المقابله عجبتكم وان شاء الله في المقابله او الجوله الثالثه من هذا.